إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوفكران. إذا خليكم معنا تشوفوا أصحاب المقاهي والمطاعم علاش مازالين سادين إلى حدود الساعة راه مع قرار إمكانية باش يحلوا ويعاودوا يرجعوا يخدموا بالأمبورتي. مشاهدينا الكرام، خيرو يوسف، شكرا خويا، الله يبارك فيك، سعيد، مرحبا. إذا خليكم معنا في هذا البث المباشر، كما كتشوفوا معنا المقاهي مازالين سادين، فخليكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوفكران. غادي نحاولوا نعرفوا السبب علاش مازالين سادين أرباب المقاهي والمطاعم. إذا كما كتشوفوا فتقريبا في مدينة بوفكران كل شيء ساد ما عدا ثلاثة أو أربعة ديال المقاهي اللي خدامين بالأمبورتي كما كتعرفوا. عبد الكريم وعليكم السلام. فكما كتشوفوا معنا القهاوي مازالين سادين بمدينة بوفكران. هادو الشوايات بمدينة بوفكران كما كتشوفوا مازالين سادين. غادي نحاولوا نشوفوا شي واحد اللي يعطينا شي تصريح بخصوص هذا الامر. مشاهدينا الكرام، فمرحبا بكم مغاربة العالم داخل وخارج ارض الوطن في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوفكران. كما كتشوفوا المقاهي لا زالت مغلقة رغم قرار الوزارات باش يحلوا، فهما مازالين سادين. السلام عليكم خويا، بخير، لاباس عليك؟ شي مزيان هانيه خويا. انت على المباشر على قناه شوف تي في، بغينا الموضوع ديال هذا البث، علاش ارباب المقاهي والمطاعم مازالين سادين؟ مرحبا خويا، مرحبا. بعدا قبل نهار اللي قالوا لنا سدوا المخير هنايا، راه بقات 8000 درهم حتى المليون ديال السلعه في الثلاجه. فين هي؟ خسرات هذوك راس الماء باش كانوا خدامين عباد الله، خسرات. وبابا جيت يقول لك حل لومبورتي، باش تحل باش تبدا لومبورتي؟ غياجي وبدا وجيت كيضحكوا على عباد الله. وثلاث شهور ديال الموظفين هي، ثلاث شهور ديال كي غادي تخلص هاد الضرائب، كي غادي تخلص هاد، وسا الوقت الخدمه دابا، ثلاث شهور ديال الخدمه اللي داز هي هادي. شوف قلنا حلوا بلومبورتي، دخلنا عليك بالله، واش هادي الزاد ديال لومبورتي؟ غتخلص حتى دابا بكاس ثلاث حوايج لومبورتي. يعني اونبورتي ما مسلكه كلش. باش تخلص خدمه الخدام تخلص بلومبورتي. حنا كنحلوا وشوف على الله يلاه كتكمل مع الوقت. وتخدمت بلومبورتي. ونزيدك دابا الناس تقاوي، السيد كريم مليون القهوه. يعوضوا الخدام ام القهوه اش غياكل؟ يعني الخدامه اللي مدكلارين كتعوضهم لا سينيس. لا 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 ام القهوه اش غيعوضوا؟ ام القهوه ما يمكنلوش هو الباترون، ما يمكنلوش هو يدير لا سينيس على راسه. شكون غيعوضوا هو؟ يعني انتم مازالين سادين؟ لا يمكن باش تحل. باش غيقول لي واش غديماري؟ يلا. اللي كان اللي انا قلت لك اللحم بقات في الثلاجه ضاعت لعباد الله كامله مشات، ما قالك شدوا. واللي كان عنده شي بركه هذاك لها ثلاث شهور هذي. وقلت باش حلوا البورتي. يعني ما عندهمش باش يبداوا. ما كاينش بينا مشاكل. وخصوصا صحاب لي ريستو. باقي صحاب القهاوي يقدر فهمتيني؟ اما صحاب لي ريستو باش يبدا راك عارف خصو. باش يديماري خصو يجيب السلعه ولا خصو واحد المليون ونص على الاقل باش يبدا. يعني شنو المطلوب دابا باش تقدروا ترجعوا للعمل ديالكم؟ المطلوب اخويا خص الدوله اعاده النظر في هذا الشيء هذا. سيدي سبحانه وشويه. يعني بغيتوا شي تعويضات على هذه المده اللي سديتوا فيها؟ اه شي تعويضات. غير الموضوع بلاتي، الموضوع ما قلنا دابا ثلاث شهور وما حابسين ياك؟ ملي غادي تحسب معاهم صحاب الموضوع شحال غتقضي فلوس تما؟ باش تخلص هذا الشيء هذا؟ يعني الدو كيسالك ثلاث شهور دابا اربع شهور. غيتحل يجي غيتحل، ما غيتحل يجي يحلوك لنا كاع. الناس تاكلت عليها، وراه كاين الناس تتضربوا راسها تتضربوا راسها تضربوا منها. وتقريبا في بوفكران المطاعم والمقاهي حالين ولا سادين كل شيء؟ لا ما حالينش كاع، لا ما حالينش. كل شيء مازال ساد. واش غادي يبيعوا داخل هناك والله غيبيعوا يجيب 8000 درهم ولا مليون ديال السلعه ويبيعها بلومبورتي؟ ها؟ ويضحك على راسو. راه كاين الجزاره اللي لهيه تيبيعوا اللحم هذوك. حتى لي صناك صغار شويه. لا لا شويه صار. اي شوف اللي حل لومبورتي غيحل سيمانه، هاد صحاب لي صناك بغا يسد. شكون غياكل؟ واش لا واش لومبورتي كيدار غير الناس اللي دايزين نزلوا في الطوموبيل غيعجز لومبورتي ويزيد في الطوموبيل ياكلوا في الطوموبيل. زيد لومبورتي تاكلوا في الزدروبه. وحاجه اخرى تيقول الحجر الناس ما يخرجوش. ولي كدير لومبورتي شنو كتقول للناس؟ خرجوا.
ما بقاش لوبه ما بقاش الحجر زعما غيخرجوا غير الضروري ياخذوا خرجوا ما بقاش هذيك بني دير حلاجه لوبورتي و الناس خرجوا هما خرجوا يعني غادي ياخذوا غير داكشي اللي بغاو ويرجعوا بحالهم للدار هما الناس كلشي خرج داك كتشوف دابا كلشي خرج ما بقاش من طلع حجر لا والو كلشي راه ولا خرج دابا الناس راه تزيروا الناس وصلاتهم العظم ايوا نتمنوا خير ان شاء الله في الايام المقبله يترفع الحجر الصحي ويرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا ان شاء الله الحكومه تعاود النظافه في هذا الشيء هذا ونتمنى ما يحل حتى شي واحد ما خصو يحل حتى شي واحد حتى نشوف واش كاين ماشي شي حل شي سد شي شنو الرساله ديالك الاخيره للمسؤولين خويا المسؤولين خصهم يعوضونا على 3 شهور باش غنبداو وخصهم باش ينقيو لا الا كيطلبوا النظافه راه خصو فلوس باش تنقي المحل اللي باش يبدا النظافه كيخصها الفلوس اما الا جي حل كل شيء غير هكا عشوائي راه غنرجعوا لكثر من كنا يعني كما قلتي داك الشيء اللي كان عند بنادم راه سالاه فات 3 شهور هذه لا 3 شهور ما عندوش انا قلت الا جي حل هذا الشيء هكا غير عشوائي راه غنرجعوا اللي يستر شي حاجه اكثر من هذا الشيء راه باش تكون النظافه ونقيو راس الفلوس باش يصلحوا الناس وتا السلطات توقف على هذا الشيء هذا باش تصلح كل شيء وتكون النظافه يكون كل شيء اما جينا نحلوا عشوائيا راه المخير هنا ما كاينش النظافه كاع ما كاينش النظافه نكذب عليك كذاب وكل النظافه كاينه ان شاء الله في ايام مقبله يكون شي قرار باش يعوضوكم وترجعوا للخدمه ديالكم ان شاء الله نتمنوا من الله نتمنوا شكرا اخويا شكرا خويا بارك الله فيك الله يحفظك اذا مشاهدينا الكرام كما سمعتوا معنا كان معنا احد ارباب المقاهي بمدينه بوفكران فهو مازال ساد كيقول ما عندوش باش يحل خاصو السلعه خاصو المواد ديال التنظيف باش ينظف فما عندوش هادشي كامل باش يقدر يبدا وكما قال قبل ما يسدوا فهما كانت عندهم السلعه ونهار اللي قالوا لهم سدوا فكاين اللي خسرات له السلعه كاين اللي خدمها كل واحد شنو دار بها اذا هذا هو اللي لقينا هنا يعطينا تصريح كما كتشوفوا فالمقاهي لازالت مغلقه اذا فبوفكران مشاهدينا الكرام معروفه بالشويات ديالها وبالمقاهي ديالها والمطاعم فالناس اللي دازوا من هنا فهم عارفين هاد البلاصه ديال بوفكران معروفه بالشوا ديالها واللحم ديالها فبوفكران تقع بين مدينتي مكناس والحاجم فالناس ديال مكناس ديال الرباط ديال كازا فاش كيبغيو يطلعوا الافران ولا يطلعوا الازرو ولا يطلعوا الحاجم فضروري كيدوزوا على بوفكران وكياكلوا الشوا في مدينه بوفكران كما كتشوفوا معنا كلشي مازال مسدود مشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي حلقتنا ومغاربة العالم داخل وخارج ارض الوطن الى اللقاء في موضوع اخر مكان اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته